السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيشن جديدة وهنكمل ميكرو بروتين ميتابوليزم. اتفقنا المرة اللي فاتت ان احنا خلصنا الميتابوليزم بتاعت البيرين سبيسز سواء كان في السنثيز او في الديجريتيشن. نتكلم النهاردة ان شاء الله عن الديزيزز اللي لها علاقة بالبيرين ميتابوليزم سواء كان في السنثيز او الديجريتيشن بتاعها. اهم حاجة في الديزيزز اللي لها علاقة بالبيرين بيزس هي الجاوت ديزيز او مرض النقرس بالعقل. الاول عشان نعرف الجاوت ديزيز او مرض النقرس لازم نعرف النورمال ليفلز بتاعت اليوريك اسيد. اليوريك اسيد النورمال ليفل بتاعه في البلد طبعا غير اليوريك. احنا متفقين ان اليوريك اسيد ده واحد من النون بروتين نيتروجينوس كومباوندز. واحد من النون بروتين نيتروجينوس كومباوندز موجود في البلد وبينزل في اليوريك. الليفل بتاعه في البلد بيختلف من الميلز عن الفيميلز. ليه؟ لان احنا متفقين ان المسل بالك في الميل اعلى من المسل بالك ان فيميلز. وبالتالي الليفل بتاعه في الميل بيبقى around from 3 to 7 milligram per deciliter. اما في الفيميل بيبقى from 2 to 6 milligram per deciliter. اما في اليورين لانها بعمل 24 hour collection فبيبقى انا يعني بجمع اليورين بتاع 24 ساعة. في اليورين بتاع 24 ساعة ده بيبقى كمية اليوريك اسيد اللي موجودة فيه 0.7 جرام بير لتر. مرض الجاوت او مرض النقرس في ناس بتعرفوا على انه هو ميتابوليك ديزيز. ميتابوليك ديزيز يعني جاي من ميتابوليك ديس اوردر او ديس اوردر ان ميتابوليزم caused by increased the level of uric acid. بس انا عايزه اوضح لحضرتك ان احنا المفروض نفرق بين two concepts الجاوت والهايبر يوريسيميا. يعني اقول لحضرتك فرضنا ان حضرتك كطبيب جالك مريض او حضرتك دكتور تحاليل او حضرتك بتشوف تحليل فلقيت انت رايح تعمل تشيك اب عادي فحللت اليوريك اسيد لقيت ان اليوريك اسيد عندك عالي بس انت ما بتشتكيش من حاجه يعني انت ما عندكش اي سنتمز مفيش اي حاجه مضايقاك ولكن باي لك رحت تعمل تشيك اب بتقيس اليوريك اسيد ليفل لقيت اليوريك اسيد عالي هل ده معناه ان حضرتك عندك نقرس او عندك جاوت؟ لا ما دام عندك ما عندكش سنتمز يبقى ما عندكش ديزيز لكن دي هنسميها هايبر يوريسيميا ده هو ده مرض اسمه هايبريوريسيميا او ده ديفكت في الميتابوليزم بلاش نوصل لدرجه مرض يعني دي اللي هو ده ديفكت في الميتابوليزم اسمه او اختلال اسمه هايبريوريسيميا يبقى يعني ايه هايبريوريسيميا؟ يعني increase the uric acid level in blood تمام كده؟ سيميا دي يعني blood هايبريوريسيميا يعني increase the uric acid level in blood وعايز حضرتك افكر حضرتك تاني ان انا ممكن في اي اسيد اشيل كلمه اسيد دي واحط 8 فيوريك اسيد هي يوريت فانا ممكن اقول increase the uric acid level in blood او increase the urate level in blood الاثنين واحد اللي هو يعني كام اللي هو increase the uric acid level more than 7 in males and more than 6 in females دي هسميها hyperuricemia تمام جيت بقى symptomatized hyperuricemia يعني hyperuricemia with symptoms ده اللي اسمه gout يبقى يعني ايه gout؟ gout it's a metabolic disorder due to increase the urate level more than 7 احنا هنتكلم بقى in general leading to symptoms اللي هي ايه symptoms دي هنقولها دلوقتي ايه manifestations هنقولها بس تعالى الاول نقول ايه هي يبقى ده definition it's a metabolic disorder characterized by manifestations of symptoms due to increase the uric acid level more than 7 milligram per deciliter. يبقى تاني يعني ايه gout it's a metabolic disorder characterized by some symptoms or manifestations due to increase the uric acid level in blood more than 7 milligram per deciliter. تمام اسبابه ايه؟ اسباب الجاوت يا اما ميتابوليك يا اما يعني يا اما ديفكت عمليه تصنيع اليوريك اسيد كتيره فده ميتابوليك يا اما عمليه التخلص من اليوريك اسيد في اليورين مش ماشيه فده رينا. فخلينا نقول رينا الاول، انا لو مش عارف اعمل اكسكريشن لليوريك اسيد في اليورين يبقى انا كده هيزيد في البلط. اللي هو ايه بقى؟ لو انا عندي اي ديجري من رينال فيلير مؤديه ان انا مش قادر اعمل اكسكريشن ده او ان انا عندي obstruction لليورينال تراكت، يبقى لو انا عندي اي ديجري من الاوبستراكشن في يورينال تراكت سواء كان بستون اللي هي حصوه او لا قدر الله بتيومر ورم، يعني انا عندي اي ديجري من الاوبستراكشن
عندي اي حاجه قافله اليورينري تراك سواء كان ستون او تيومر ده ممكن يؤدي الى ارتفاع نسبه اليوريك اسيد لان كان مش هعرف اعمل اكسكريشن او لا قدر الله لو انا عندي ديفكت في الرينال فانكشن او رينال فيل اللي هو انا عندي ضعف في وظائف الكلى تمام يبقى ده الرينال الميتابوليك برايمري ميتابوليك اند سكندري ميتابوليك وانا عشان ما نلخبطش برايمري ميتابوليك واحنا متفقين اليوريك اسيد جاي منين اليوريك اسيد جاي من تكسير البيورين بيزس تمام قالك لو انا بكسر كتير بس بكسر كتير بس ده سكندري ميتابوليك ولكن لو انا بصنع كتير وبالتالي بكسر كتير يبقى انا كده برايمري لا مش فهمناش حاجه بنروح لو انا التصنيع عندي طبيعي نسبه التصنيع ما زادتش بصنع البيورين بيز سواء كان دينيفو او سلفيج بالنسبه الطبيعيه ولكن تكسير الخلايا هو اللي زاد وبالتالي لما كسرت خلايا كتير بقيت بكسر اللي جوه الخلايا كتير اللي هو النوكليوبروتينز اللي من ضمنها البيورينز كسرتها كتير يبقى انا كده هصنع يوريك اسيد كتير نتيجه لتكسير عدد اكبر من الخلايا لان انا زاد عندي الكاتابوليز لكن الانابوليز مش زي ما هو يبقى انا لما بتكلم عن secondary metabolic gout it's due to over degradation it's due to over catabolism it's due to excess death انا عندي خلايا بتموت اكتر ايه الحاجات اللي بيبقى فيها الخلايا بتموت اكتر زي حالات الهايبر انفلاميشن زي حالات الكانسر لا قدر الله زي حالات البوليسايثيميا اللوكيميا الهيموليتيك انيمياز دي الخلايا عماله تتكسر زياده عن اللزوم فلما الخلايا دي اتكسرت زياده عن اللزوم كده النيوكليوبروتينز بتتكسر بمعدل اكبر من الطبيعي بتتكسر بس بمعدل اكبر من الطبيعي فده ادى الى تصنيع كميه يوريك اسيد يبقى السكندري ميتابوليك جاوت اتس ديو تو اوفر سيلولر ديجريديشن او اوفر سيلولر كاتابوليزم وبالتالي تصنيع كميه يوريك اسيد كتير نتيجه لتكسير نيوكليوبروتين كتير زي في حالات البوليسايثيميا الليكيميا الهيموليتيك انيميز اند كانسر يبقى نراجع اللي احنا قلناه تاني يعني ايه جاوت جاوت از ا ميتابوليك ديس اوردر كاركترايزد باي سام سيمبتومز او مانيفستيشن ديو تو increase the uric acid level in blood more than 7 milligram per deciliter. هي اسباب الجاوت. اسباب الجاوت either metabolic او renal. renal يعني انا مش عارف اعمل excretion لليوريك اسيد. ليه؟ either عندي defect في الكيدني function renal failure مثلا او عندي obstruction في اليورينري تراك زي stone او tumor whatever tumor ده. ده renal. اما الميتابوليك فانا عندي primary metabolic and secondary metabolic. برايمري ميتابوليك لو انا زودت التصنيع وبالتالي زودت التكسير يعني ايه يعني زودت تصنيع البيورين بيزس اللي هم الادينين والجوانين والهايبوزالفين فدول يصنعوا لي كميه بيورينز كتير وبدل عندي بيورينز اكتر بدات اكسرها اكتر لكن السكندري ميتابوليك انا ما زودتش حاجه في الانابوليس انا مشكلتي ان انا عندي هايبر كاتابوليك ستيت عندي هايبر كاتابوليس عندي اكسس ديجريديشن في حالات الهايبر كاتابوليك ستيت انا بكسر خلايا بنسبه اعلى وبالتالي نسبه تكسير النيوكليوبروتينز بتبقى اكتر وبالتالي نسبه تصنيع اليوريك اسيد بتبقى اعلى زي ايه زي حالات الكانسر زي حالات الهيموليتيك انيميز زي حالات البوليسايثيميا وزي حالات اللوكيميز نيجي بقى نتكلم عن البرايمري ميتابوليك معظم حالات البرايمري ميتابوليك بتبقى كونجنيتال لان انا كده عندي ديفكت في عمليه التصنيع الانابوليس نفسها زي ايه زي حاجه احنا كنا جبنا سيرتها قبل كده في الكربوهيدرات ميتابوليزم اسمها فون جورك ديزيز وزي حاجه هنقولها دلوقتي اسمها ليش نيهان سيندروم بالراحه استاذن حضرتك لو حضرتك مش فاكر الجلايكوجين ستورج ديزيزز بتاعت الكربوهيدرات ميتابوليزم هنراجعها وان شاء الله هسيب اللينك بتاع الفيديو بتاعها في الديسكريبشن بوكس لكن تعالوا نقول بسرعه كانت ايه المشكله في حالات ال فون جورك ديزيز اتفقنا ان ده واحد تايب 1 جلايكوجين ستورج ديزيز بيبقى عندي ديفكت في الجلوكوز 6 فوسفاتيز والجلوكوز 6 فوسفاتيز كان اخر خطوه في عمليه الجلايكوجينوليسيس في الليفر كان اخر حاجه عشان يخلصني من الجلايكوجين بتاع الليفر وكانت الخطوه دي بتحول لي جلوكوز 6 فوسفات الى جلوكوز وتطلع الجلوكوز ده للدم لو انا ما عنديش الانزيم بتاع الجلوكوز 6 فوسفاتيز
هيزيد الجلوكوز 6 فوسفيت. لما يزيد الجلوكوز 6 فوسفيت هيزيد فين يعني؟ هيزيد في الليفر. طب اعمل بيه ايه؟ هبدا اوديه اي حاجه تانية عشان انا الليفر ده مش فاضي انه يجمع حاجات ملهاش لازمه، وجلوكوز 6 فوسفيت في الليفر ملوش لازمه. من ضمن الباث ويز الفرعيه اللي انا هتخلص فيها من الجلوكوز 6 فوسفيت ان انا ادخله ال HMP شنط. لما هدخله ال HMP شنط هصنع ريبوز 5 فوسفيت كتير. من طرق التخلص من الريبوز 5 فوسفيت ان انا اجيب ال PRPP او الفوسفورايبوزايل بايروفوسفيت اللي هو الاكتيف فورم اوف ريبوز 5 فوسفيت. ده هو الاساس في تصنيع البيورين بيزز. فانا لما يكون عندي PRPP كتير هصنع بيورين نوكليوتايدز كتير بس انا مش محتاجهم اصلا، فهبدا اكسرهم، ولما هكسرهم هصنع يوريك اسيد. ممكن يجي لك جيف ريزون ليه في حالات الفونجورك ديزيز بيحصل جعد او بيحصل هايبر يوريسيميا. ليه؟ لان الفونجورك ديزيز بيبقى فيه ديفكت في الجلوكوز 6 فوسفاتيز اللي هو اللاست ستيب اوف ذا جلايكوجينوليسيس ان ذا ليفر، وبالتالي هيتراكم عندي الجلوكوز 6 فوسفيت في الليفر وانا ما عنديش ليه فانكشن، فهبدا اوديه على الترناتيف باث واي. الالترناتيف باث واي ان انا هودي فيه جلوكوز 6 فوسفيت ده هو ال HMP شنط، وال HMP شنط هي اللي كانت بتصنع لي الريبوز 5 فوسفيت. انا صنعت ريبوز 5 فوسفيت كتير مش محتاجه، احوله الى الاكتف فورم اوف ريبوز 5 فوسفيت اللي هو فوسفورايبوزايل بايروفوسفيت. تواجد الفوسفورايبوزايل بايروفوسفيت ده بيعمل اصلا ستيميوليشن لتصنيع البيورينز نيوكليوتايدز، يبقى انا كده هصنع بيورين نيوكليوتايدز كتير. لما هصنع بيورين نيوكليوتايدز كتير هكسرها كتير، هكسرها كتير، نهايه تكسير البيورين نيوكليوتايدز هو اليوريك اسيد، وبالتالي هتحصل لي هايبر يوريسيميا. هقولها تاني، الفون جيرك ديزيز تايب 1 جلايكوجين ستورج ديزيز في ديفكت في الجلوكوز 6 فوسفاتيز، والجلوكوز 6 فوسفاتيز هو الفاينل ستيب، اخر ستيب في عمليه الجلايكوجينوليسيس في الليفر، وبالتالي هيتراكم عندي جلوكوز 6 فوسفات في الليفر مش محتاجه، هبدا احوله على الترناتيف باث واي اللي هو ال HMP شنط. لما هوديه على ال HMP شنط هصنع ريبوز 5 فوسفيت كتير، هصنع منه فوسفورايبوزايل بايروفوسفيت كتير، هصنع منه بيرينز نوكليوتايدز كتير انا مش محتاجها، هكسرها هتديني يوريك اسيد، يحصل لي هايبر يوريسيميا. يبقى ده تايب من التايبس اللي ممكن يحصل فيها برايمري ميتابوليك جاوت. تايب تاني هو الليشني هانز سيندروم. والليشني هانز سيندروم بيبقى فيه ديفكت في مين الديفكتد بقى؟ الهايبوزانثين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفريز اللي هو ال HGPRT. هايبوزانثين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفريز كان من الكي انزيمز اللي احنا محتاجينها في السالفيج باثواي فور بيورين بيز سبايسونز. بدل انا مش هقدر اعمل السالفيج باثواي يبقى انا مش هقدر انقذ البيورين بيز دي، يبقى هتتكسر. تتكسر هتعمل ايه؟ يعني هتصنع اليوريك اسيد، يبقى انا هزود تصنيع اليوريك اسيد. الليشني هان سيندروم اكس لينكد ريسيسيف ديزيز. اي اكس لينكد ديزيز يعني بتشال على الاكس كروموزوم هيبقى اكتر في الميلز عن الفيميلز، تمام؟ ليه؟ عشان ربنا طبعا بيحب البنات اكتر من الاولاد. اي اكس لينكد ديزيز بتبقى اكتر طبعا في الميلز عن الفيميلز عشان الميلز بيبقى عندهم اكس واحده لكن الفيميلز بيبقى عندهم 2 اكس، فلو اكس بايظه الاكس الثانيه شغاله خلاص، تمام؟ فهو اكس لينك ديزيز وبالتالي مور ان ميلز ذان ان فيميلز. يبقى تاني في الليشني هان سيندروم اللي حصل انا ما عنديش الهايبوزانثين جوان الفوسفورايبوزايل ترانسفريز، وبالتالي ده من الكي انزيمز بتاعت السالفيج باث واي فور برين سانثس، وبالتالي انا مش هعمل السالفيج باث واي يعني هكسرهم، هسيبهم يتكسروا، هيكسروا هيصنعوا لي يوريك اسيد. تعالوا نراجع اللي احنا قلناه. قلنا ان الجاوت هو عباره عن ميتابوليك ديس اوردر كاركترايز باي manifestations or symptoms due to over accumulation of uric acid اكتر من 7 ملغرام بالدي سي لتر. اسباب يا ميتابوليك يا رينال. رينال انا مش عارف اعمل اكسكريشن، مش عارف اعمل اكسكريشن لاي سبب، رينال فيلير، obstruction زي حالات الستون او تومرز. بعد كده عندي الميتابوليك بقسمه الى برايمري اند سكندري. معنى كلمه ميتابوليك ان انا اتصنع عندي يوريك اسيد كتير. اتصنع لي هل عشان انا كسرت بس ولا عشان انا صنعت بيورينز وكسرتها؟ لو عشان انا كسرت بيورينز زياده ده سكندري ميتابوليك جاوت، والسكندري ميتابوليك لما بيكون عندي هايبر كاتابوليك ستيت زي حالات اللوكيميا البوليسيثيميا الموليتيك انيميا الكانسرز. لكن لو انا عندي برايمري ميتابوليك يبقى انا كده صنعت بيورينز كتير عشان كده كسرتها كتير، زي معظمها بتبقى حاجات كونجنتال زي حالات الفونجورك ديزيز والليشني هان سندروم.
von Jung disease, type 1 glycogen storage disease في defect في glucose 6 phosphatase. بيحصل accumulation من glucose 6 phosphate في الليفر ملوش صرف, هوديه alternative pathway اللي هو ال HMP shunt, هصنع ribose 5 phosphate كتير, هصنع phosphoribosyl pyrophosphate كتير, وجوده بيخلينا صنع purines كتير. طب انا صنعت purine nucleotides انا مش محتاجهم, اكسرهم هصنع uric acid. اما ليشنيهان سيندروم X-linked recessive disorder more in males than in females, في defect في enzyme من الانزيمز المهمه في salvage pathway اللي هو الهايبوزانثين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفريز, يبقى انا مش هعمل سالفيج للهايبوزانثين والجوانين فهيتكسروا فهيساعدوا لي تصنيع اليوريك اسيد فهتحصل لي هايبرمسيا. تمام, ايه بقى المانيفستيشنز؟ غالبا اليوريت دي لما هتكتر هيحصل ايه؟ انا اي جسم غريب بيبقى في جسمي مين اللي بيجي يدافع؟ فاجوستاتيك سيلز. هتيجي الفاجوستاتيك سيلز تعمل انجولفمنت لليوريت الموجوده دي, هي اليوريك اسيد ده بيروح يتحد مع الصوديوم وبيعمل لي يوريت كريستالز. تمام, يعني بيعمل ملح ما بيفضلش اسيد كده, ما فيش اسيد ينفع يمشي في جسمي كده, فيتحول للصوت بتاعه عن طريق اتحاده مع الصوديوم فبيعمل لي صوديوم يوريت كريستالز. صوديوم يوريت كريستالز هينفع تمشي كده؟ لا, هتروح تعمل لها فاجوسايتوزس الفاجوستاتيك سيلز. الفاجوستاتيك سيلز دي بعد ما بتاخدها للاسف بتفضل في مكانها وتعمل هايبر انفلاميشن. الهايبر انفلاميشن ده بقى لو حصل في الجوينتس هيعمل لي ارثرايتس, فبنسميها جاوتي ارثرايتس. يبقى ايه الجاوتي ارثرايتس؟ يحصل انفلاميشن في الجوينتس نتيجه للبرسبتيشن اوف يوريت كريستالز. تمام, اشهر حاجه بيحصل فيها جاوتي ارثرايتس هو الميتاتارسو فارينجيال جوينت. ميتاتارسو فارينجيال جوينت اللي هو اول جوينت عند البيكتو, البيك 2 او اللي هو او الصابع الكبير في الرجل, الميتاتارسو فارينجيال جوينت هو الجوينت ده. فبيجي العيان يشتكي ان الميتاتارسو فارينجيال جوينت بتاع البيك 2 ده وارم واحمر وبيوجعه جدا. فدي من الكاركترستكس اللي هو صباع رجلي الكبير وارم وواجعني, حل اليوريك اسيد. تمام, يبقى اول حاجه الجاوتي ارثرايتس. جاوتي ارثرايتس ممكن تحصل طبعا في اي جوينت بس ده من اشهر الجوينتس اللي بيحصل فيها الجاوتي ارثرايتس. ايه اللي بيحصل في الجاوتي ارثرايتس؟ انا الاول اليوريك اسيد بيروح يتحد مع الصوديوم يعمل لي صوديوم يوريت كريستالز. صوديوم يوريت كريستالز يحصل لها انجولفمنت بالفاجوسيتيك سيلز. فاجوسيتيك سيلز دي بتفضل في مكانها وتعمل لي هايبر انفلاميشن وتعمل لي الارثرايتس. الارثرايتس من اشهر حته بتبتدي فيها الجاوتي ارثرايتس هو الميتاتارسو فارينجيال جوينت اوف ذا بيج تو, وبيجي عيان يشتكي من البيج تو ريد وهوت وسوالن اللي هي الكاركترز اوف انفلاميشن. غالبا بنشك على طول اول ما بيجيب سيره البيج تو في الجاوتي ارثرايتس. الحاجة التانية ان انا ممكن يترسب تحت الجلد سبكتينس, فبيعمل لي حاجة جميلة كده شكلها شيك, مش جميلة طبعا, لا شكلها بيبقى كده. انا مجمع هنا اليوريت كريستالز فدي منفوخة, وبعدين الحتة دي رينكلد والحتة دي رينكلد, يعني انا الحتة دي ورمة, حتة في النص في السكين ورمة, والحتة دي مكرمشة والحتة دي مكرمشة عشان الحتة دي ورمة. فعاملة زي ايه؟ شبه ايه؟ شبه التوفي. شبه التوفي. التوفي بيبقى وارم من النص والحتة اللي في الجناب بتبقى مكرمشة فسموها توفي. ايه التوفي دي بقى؟ التوفي دي ان اليوريت كريستالز اترسبت سبكتينيوس. يبقى اليوريت كريستالز لو اترسبت سبكتينيوس بتعمل لي شبه التوفي اللي بنسميها التوفي كريستالز. من اشهر الحتت اللي بتيجي فيها التوفي كريستالز عند الاير لوبيول, عند الحته بتاعت الاير لوبيول. تمام؟ يبقى تاني قلنا اول مانيفستيشن هي الجاوتي ارثرايتس, والجاوتي ارثرايتس نتيجه ان الانجولفمنت بتاع الفاجوستيك سيلز دي فضل في الخلايا وعمل لي هايبر انفلاميشن ستيت. من اشهر الجوينتس اللي بتحصل فيها الجاوتي ارثرايتس هو الميتاتارسو فارينجيال جوينت اوف ذا بيج تو, وقلنا ان ده من العلامات المشهوره لمرض الجاوت. المرض النقطه الثانيه ان انا ممكن يحصل لي البريسبتيشن ده سبكتينيوس ويعمل لي التوفي. تمام, النقطة الثالثة ان انا لو ما كانش سببي سكندري انا هعمل رينال فيلير. ليه؟ لان انا ممكن اعمل رينال ستونز. اليوريت كريستالز دي ممكن تعمل لي اليوريت كريستالز في الاخر ممكن تؤدي الى رينال ستونز. تمام, اعالج حالة جاوت ازاي؟ تريتمنت اول مانجمنت. اول حاجة الدايت. مش هينفع اقعد اعالج وانا عمال اكله حاجات فيها نيوكليوبروتينز. طب انا عايز اخلص من النيوكليوبروتينز اللي في الاكل. اتفقنا ان الاكل اللي فيه كمية نيوكليوبروتينز قليلة هو الميلك والديري برودكتس كلها المشتقة منه والايج. فما ينفعش ياكل ولا لحمه ولا سمك ولا فراخ بيضه ولا فراخ ولا الخضار ولا البقوليات. كل الكلام ده فيه خلايا, وبدل فيه خلايا هيبقى فيه نيوكليوبروتينز زي ما قلنا. لكن الحاجات اللي فيها نيوكليوبروتينز قليله هي الميلك والميلك برودكتس والايج. الكلام ده انا قايلاه في اول سيشن في النيوكليوبروتين ميتابولس, وهسيب لكم برضه اللينك بتاعه ان شاء الله في الديسكربشن بوكس. النقطه اللي بعد كده الدراجز, هديله ايه؟ انا مشكلتي في ايه دلوقتي؟ مشكلتي ان انا بيتصنع عندي كميه يوريك اسيد كبيره
ومش عارف اخرجها مثلا لو انا كيدني. طب لو انا كيدني، لو انا رينال وعايز اخرجه والكيدني فانكشن كويسه، هدي له حاجه اسمها يوروكوزوريك ايجنت. يوروكوزوريك يعني بيزود اليوريك اسيد اكسكريشن. زي مين؟ زي البروبنسيد وزي السلفين بايرازون. سلفين بايرازون والبروبنسيد دي من الحاجات اليوروكوزوريك اللي بتزود اليوريك اسيد اكسكريشن في اليوري. ده لو انا عندي المشكله في الاكسكريشن والكيدني فانكشن كويسه. تمام. لكن لو انا لا، مشكلتي مش في الكيدني، مشكلتي في اليوريك اسيد، مشكلتي في اليوريك اسيد واليوريك كريستالز دي انجولفد بالفاجوسيتكسز، هو العيان مش جاي لك يشتكي ان اليوريك اسيد عالي، هو الجلعان جاي لك يشتكي ان البيك 2 هيموته، ان البيك 2 الالم بتاعه فظيع، هو عايز يهدى الالم ده. تمام. فالاول انت لازم تخلي بالك من شقه العيان، لانك على بال ما تقلل اليوريك اسيد هياخد وقت، في الوقت ده بقى هيفضل هو يتالم من الوجع. لا، انت محتاج حاجه تقلل الانفلاميشن ده. في سبيسيفيك انتي انفلاماتوري ايجنت للفاجوسيتك سيلز اللي بتروح تعمل انجولفمنت لليوريك كريستالز، اللي هو مين؟ اللي هو الكولشيسين. الكولشيسين او في ناس بتقول عليه كولشيسين، كولشيسين او الكولشيسين ذاتس فاين. الكولشيسين ده من الانتي انفلاماتوري ايجنت سبيسيفيك للفاجوسيتك سيلز اللي بتعمل انجولفمنت لليوريك كريستالز. تقول لي طب ليه ما تديلوش الحاجات العاديه غير الباراسيتامول والبروفين او اي حاجه من النسترويدال انتي انفلاماتوري؟ حاولنا ده سبيسيفيك، سبيسيفيك للفاجوسيتك سيلز اللي بتعمل انجولفمنت لليوريت كريستالز، ده الكولشيسين. فده هيديه سيمبتوماتيك تريتمنت، هيريح له السيمبتومز، هيريح له الحاجات اللي هو حاسس بيها. النقطه الثانيه بقى، تعالى نلعب على الكوز. انا مش عايز اليوريك اسيد يتصنع، هو اخر انزيم اصلا في تصنيع اليوريك اسيد هو الزانثين اوكسيديز. فانا عندي كومبتيتيف انهبيتور للزانثين اوكسيديز ده اسمه الوبيورينول. الالوبيورينول بيعمل انهبيشن للزانثين اوكسيديز كومبتيتيفلي. يعني ايه كومبتيتيف؟ يعني هو شبه السبستريت بتاعته اللي هي الزانثين، هو الالوبيورينول شبه الزانثين. فلما يجي الانزيم بتاع الزانثين اوكسيديز يشتغل، هيلاقي ان الالوبيورينول موجود والزانثين موجود. هشتغل على مين؟ اقل ما فيها اضعف الايمان، هشتغل على الاثنين النص بالنص، يبقى كده هو هيقلل تصنيع اليوريك اسيد، لانه طبعا لما يشتغل على الالوبيورينول مش هيديني يوريك اسيد. تمام؟ يبقى انا هو كومبتيتيف انهبيتور للزانثين اوكسيديز، وبالتالي بيقلل تصنيع اليوريك اسيد. تمام؟ تعالوا نراجع الجاوت تاني. الجاوت is a metabolic disorder characterized by symptoms and manifestations due to increased the level of urate in blood more than 7 mg per deciliter. السبب اسبابه metabolic and renal. Renal decreases the urate excretion in urine. Metabolic primary and secondary. Primary increase the synthesis of purine nucleotides, وبالتالي increase the degradation of purine nucleotides, وبالتالي increase the synthesis of uric acid. زي حالات الفون جيرك ديزيز والليشني هاند سندروم وقلناهم بالتفصيل. اما secondary metabolic gout فبيحصل نتيجه الهايبر كاتابوليك ستيت، نتيجه للاوفر ديجريديشن اوف purine nucleotides، زي في حالات الكانسر، لوكيميا، هيموليتيك انيميا، بوليسايتيميا. بعد كده المانيفستيشن جاوتي ارثرايتس، ومن اشهرهم في الميتاتارسو فارينجال جوينت اوف ذا بيج تو، اثنين توفي، وده بيحصل اكتر في الاير لبيول. وتالت حاجه لو انا ما كانش سبب رينال ممكن يؤدي الى رينال ستونز. المانيفست التريتمنت بتاعتي هتبقى اول حاجه دايت، ان انا هقلل انتيك اوف برينيكلوتايد في الدايت عن طريق ان انا هديله الحاجات اللي فيها نيكلوبروتينز اقل، زي مين؟ ميلك وديري برودكتس وزي الايج. بعد كده التريتمنت بتاعتي لو انا سبب رينال ممكن ازود الرينال ability for excretion for uric acid باليوروكوزوريك ايجنتس، بس اكون متاكد ان الرينال فانكشن كويسه زي البروبنسيد وزي السلفين بايرازول. اما لو انا مش سبب رينال فانا كده محتاج اول حاجه اقلل الانفلاميشن بتاعه سبيسيفيك انتي انفلاماتوري ايجنت للموضوع ده الكولشيسين، واعمل كومبتيتيف انهبيشن لتصنيع اليوريك اسيد عن طريق الالوبيورينول. كده احنا خلصنا الجاوت، والجاوت من المواضيع المهمه جدا جدا جدا. فاضل لنا واحده بس في الديزيزز اللي ليها علاقه بالبرين بيزس، اللي هي الـ ADA deficiency او الادينين دي امينيز deficiency. تعالوا الـ ADA deficiency او الادينوزين دي امينيز deficiency، ده الادينوزين دي امينيز او الـ ADA ده اول انزيم في الكاتابوليزم اوف ادين او النوكليوتايدز اللي فيها ادين. فدلوقتي لما انا مش هعمل ده، مشكلتي دلوقتي مش في تكسير الادينوزين دلوقتي او في تصنيع اليوريك اسيد، لا، مشكلتي في حاجه ثانيه. الادينوزين ده لما هيزيد هعمل بيه ايه؟ ما انا مش عارف اكسره، فهحوله لاي حاجه بقى انا عايز اخلص منه. هحوله الى الديوكسي ادينوزين ترايفوسفيت. تراكم الديوكسي ادينوزين ترايفوسفيت بيقول لك ان انا مش محتاج تصنع برينز بايرميدينز اصلا، لانه بيمنع، بيعمل انهبيشن للريدكتيز المسؤول عن تصنيع الديوكسينوكليوتايدز اللي احنا هنقوله ان شاء الله في البايرميدين ميتابوليزم. المهم ان انا اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان هو لما زاد
منع تصنيع الدي ان ايه. لما يزيد عندي دي اوكسي ادينوزين ترايفوسفيت ده بيمنع تصنيع الدي ان ايه، بيمنع تصنيع الدي ان ايه يعني بيمنع الخلايا كلها، كل الخلايا الكون بقى والاميون سيلز كون، يعني كده بمنع تصنيع الاميون سيلز. فالولد ده بيبقى عنده ديفكت ان اميونيتي، وبرضه الديزيز ده اكتر في الميلز عن الفيميلز. هيبقى عنده ديفكت ان اميونيتي، بيجي له ريبيتد ريكورنت لايف ثريتنينج انفكشن، لو ما اتعالجش صح الولد ده ممكن يموت قبل سنتين. كان في فيلم اجنبي مشهور زمان اتعمل على الموضوع ده واتجدد بعد كده، اللي هو الولد اللي كان محطوط في بالونه وكانوا عاملين له بيكوشنز، يعني عشان هو بيجي له انفكشن لو خرج في اي حته. ده كان عنده ديفكت ده بنسميه سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي ديس اوردر، سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي ديس اوردر. من اسبابه، من اسباب السيفير كومبايند اميون ديفيشنسي ديس اوردر ان انا يكون عندي ديفكت في الاي دي اي، بس مش السبب الوحيد، في اسباب ثانيه. مستوى الاندر جراديويت اعرف ده بس، لكن حضرتك محتاج تعرف الحاجات الثانيه استاذنا ده سيب ده في الديسكربشن بوكس. يبقى انا لو انا عندي اي دي اي ديفيشنسي هيبقى عندي اكوميليشن الادينوزين، مش هعرف اعمل بيه حاجه، هحول الدي اوكسي ادينوزين ترايفوسفيت، وده هيوقف لي تصنيع الدي ان اي، هيوقف لي تصنيع الدي ان اي يعني هيوقف تصنيع الاميون سيلز، فيلير تو ثرايف طبعا، وفيلير في الليفر وفيلير في الاورجنز والكلام ده، بس انا عندي فيلير في تصنيع الاميون سيلز، فانا عندي ديفكت في الاميونيتي، سيفير ديفكت في الاميونيتي، بنسميها سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي ديس اوردر. لو ما اتعالجش صح الولد ده ممكن يموت قبل سنتين. العلاج الجديد كله بيبقى ناحيه ان انا اعمل بولمر ترانسبلانتيشن او جين ثيرابي، اديله الجين بتاع الانزيم ده تمام، او في طبعا الانزيم ريبليسنج ثيرابي ان انا اديله الانزيم بس شويه شويه بحقنه تاني تمام. الجين ثيرابي ممكن تبقى بيرمننت وممكن تبقى تمبرري، يعني ممكن اديله جين لايف لونج ده قليل قوي، اكتر بتبقى تمبرري جين ثيرابي. كده احنا خلصنا البيرين ميتابوليزم والديزيز اللي ليها علاقه بالبيرين ميتابوليزم، واشوفك السيشن الجايه على خير ان شاء الله.